المازوت الهمة، البنزين الهمة، الموظفين الهمة، واحد ما يقدر يشتغل بيع مازوت هم، كل شيء الهمة، الخبز الهمة. إذا ما عندك كرت أصفر ما ينطل خبز، كرت أصفر أوجلان، الله ينعل الوالد أوجلان الأولي أمه على أبوه أوجلان، الحز عندكم بجزيرة الأرواد أوجلان. أبدا مسلايم شو تريد؟ الكراجات اللي هم ما يخلون العربي يخش بالكراج يروح على الرقه يشتغل يروح ويجي ما يخلونه، فهمت علي؟ شو اقول لك؟ المواد تجي من تركيا هنا ياخذون عليها شو اسمه؟ الشعير والحنطه يموتونها ما ينطون حدا، يوم ما تنطونا احنا يوم ما 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 تخرجون انتم حنطه قمح شعير ما يروح الا هم عن طريقهم، هم يفصلون الحنطه يفصلون الشعير، فهمت علي؟ شو تريد بالعالم؟ الحرب ياخذون العالم المدنيه يدوسون ارقام وياخذون قسم من الجبهات يذبحونهم وهم عليهم هم الاشاعات. احنا اليوم عندنا تشييع عليهم والذبح على العرب، حرق البيوت ما خلوا بيت ما حرقوه. شو تريد بالدنيا؟ ايش ساووا؟ ايش خلوا هذولا؟ ما خلوا شيء بالدنيا هذولا. المواد الغذائيه اللي كانت تجي كانوا ياخذون عليها البكه كجمارك، تدخل من تركيا تجي على طريق منبج وهي جايه على تل ابيض، ياخذون منها جمرك على الطريق نسبة 30-40%، ياخذون منه ضرائب وياخذون منه ترخيص، يعني قاسمونك على رزقك. ومحاصرين البلد ياخذون الشباب على العسكرية، والبلد كان فاضي، موتورات نارليات ما يخلون يفوت، كل شيء الهمة، النفط المحروقات كلها الهمة، والناس جوعان. هلا شلون بدهم يعطونه اللي معاهم، اللي يصير معاهم ينطونه من النفط، ينطونه ويوظفونه عندهم، واللي مو معاهم ما ينطونه كل شيء. تيجي من برا المنظمات اللي تيجي من الدول، المنظمات الإنسانية، ياخذون قسم من رواتب الموظفين، ياخذون 20 أو 30% من راتب الموظف، موظف المنظمة. ياخذون حق رخصة، ياخذون حق كل شيء والله. ياخذون نسوي رخصة مازوت يعني مشان فرن، خدم مني والله. خدم؟ اي خدم. حق طحين وحق كل شيء ياخذون رخصات، يعني رخصة يعني تقول انت مالية ما مالية كل شيء ندفع. ياخذون مني والله، خدم مني يعني حوالي شيء 70,000 ورقة يعني. 70,000؟ اي. هذا فتحت له التنور يعني مو لي يعني، فتحت له التنور والله ما يطلع، لا. والله ما طلع. ما ينطي ما يخليك تشتغل. ايوه. اي ما ينطيك ما يخليك تشتغل. مازوت ما بي، كل شيء ما بي يعني ما بي، إذا ما تدفع مصاري ما بي، مازوت لا بي شيء.